شلونكم؟ هلا حبيبتي، الحمد لله. انت شلونك؟ انتوا انا زينه كلش. انتوا ليش كل وحده شكلها وجمالها يختلف؟ الله يستر عليكم. انتوا اصلا خوات؟ اي انا توقعت يعني صديق شوي اكو شبه بيناتكم. اي شوي يعني شوي هيك خشمكم عيونكم تتشابه. زين من الكبيره انت شو توقعين؟ اي احس هاي بزر القعده. صح والله. والله صحيح. اي بالبنات يعني انتوا بعدكم بنيه؟ لا احنا بس انتوا انتي كبيره. انا كبيره. عمري لي خمن وانت الوسطان ابو البلاوي. ابو بلاوي لو مظلوم؟ لا والله مظلوم. وبزر القعده يعني نص نص. انت مسيطر ومدلل وقالب الدنيا. ايش قاعد اخذ هواي فلوس؟ اقول لك قالب الدنيا. اسالني انا يعني مقلب الدنيا. بزر قعده وبنيه ومقلب الدنيا. مسوي ماتشي ماتشي انا وياك. تخيل شلونك كبيره؟ الحمد لله زينه. انا متزوجه وعايشه برا العراق وجاي. انا مواليد 2002. هسه اوكي هسه زوجتي في تيمه، شو وقت لحقت تطلعين برا العراق؟ ما هو زوجي هناك. شو وقت لحقت تعوفينه وتروحين؟ وجاي هسه جايه سفره لاهلي يعني. زين انت ما تذكرتي اهلك غير بالحرب؟ هو المشكله لان انا دا ادرس هناك فعندك بس هاي الفتره. هاي الفتره اقدر اجيبيه وبالحرب انا كلش متعبين. والله انت وين ساكنه؟ بامريكا. عزيز يعني انتم حتى صيفكم بارد؟ اي والله بارد يمهم. انا هناك كاتب لها. زين انت بامريكا مسافة كلش بعيدة يعني أكثر من 16-19 ساعة أنت بين دولة ودولة. شنو وضعك؟ والله يعني السفر كلش يعني من وين أريد أجي أشوف أهلي كلش سفر متعب يعني 24 ساعة يعني بس بالطيارة. صح. أي يعني بس شو أسوي بعد؟ كلش قد تجين تشوفيهم؟ تقريبا كل سنة هيك أجي أشوفهم. ليش قد متزوج؟ أنا صار لي سنتين. يعني مرتين. شنو شعوركم هي ما؟ والله ضوجة مرات تجي تونس عليها. اكو فرق نتونس عليها عندها ساتي البنية موية. شو قصدك؟ شو تونس عليها؟ لا بس نشتاق لها يعني. متروح نحس فراغ. والله ما راحت كان كلش فراغ لأني ما متعودة عليها يعني. بس من راحت نوعا ما يعني ما اقول لك انه كلش تعودنا بس تأقلمنا وعي تأقلم على الوضع اللي عايش فيه حتى لو كان ما حلو. ايوه هواية ظروف. ماما اصلا تعبانة كلش يعني على فراقها. أمي كلش معتمدة عليها بالبيت فمن راحت كلها صارت براسي. مصالح أنا. أنا أنا افتقدتيها؟ لا بالعكس كانت قريبة علي بس من راحت صرت ملاك. عيونها غرقت يا ربي عيونها غرقت. عدتها بعد كم يوم بس. حروح بالسبت بالليل طيارتي يعني ما ثلاث أيام. طلعت ثلاث أيام أربعة. انا كلش احبك واشوف مقاطعك دائما. اقول كنا من اروح القاها صدفه يعني. شلون صارت حلوه تلاقينا قبل تسافرين؟ كلش صدفه كلش حلوه. انا صديقتي صديقه عمري عايشه بامريكا راح تجي الاسبوع الجاي فشو بالحر هم هم تقول لي شوفي الحياه الورديه اللي انا عايشه ترى راح اجي اتمرمط يمك بالعرا. اقول هذا الموجود ولايتي عاجبك عاجبك تجي لولايتي. شنو اكثر مكان تحبين بغداد؟ والله كل بغداد اشتاق لها وكلها احبها بس انا احب المنصور اكثر شيء يعني هواي حلوه امانه يعني كل شارع بالمنصور حلو. أيه هو من كل النواحي كل شوارع المنصور مولات بغداد يعني والغزاليه اللي احنا ساكنين بها اهلي. حلو انتم من اهل الغزاليه. حلو زين. ايش فيك حلو يا صف انت؟ صف ثاني نجحت للثالث. حلو انت نجحت للسادس. حاطه حمره حمره وفرحانه ولابسه احمر. استوش تلمح هسه قبل شويه جت تلمح يعني قبل ساعتين هيك والله ولابسه احمر دائما تحط حمره حمره يعني شنو فيلمك وياها؟ هي ترى السمره كلش تلوق لها احلى من البيضه من والله ما اعرف. والله تطلع كل شيء انيقه كلش حلوه كلش تعطي جاذبيه. والله انت حلوه بالحقيقه احلى انت. اي صحيح ابوي كلش يقول لها انه هي تشبهك على هذا. انا اشبهك؟ قولي والله. اي والله هو قال لنا روحوا قال لنا روحوا. لا بنقول لي بس حجاب قولي كلش شبيه. تدرين شنو قصده؟ هذه دوره وجهك دائريه خدودي فتصير عندك نفس خدود. اي نفس حواجبي هم كل نعوج. حواجبي من ما اجيب الحواجبي ما يتعدلن فانا عايفه ما العب. هاي انا هم كلش مسويتها ابد كلك شي ما حاطه ما اسوي له شيء ما يصير له شيء ما يتعدلن. عندي فيديو بات شبي بالبرنامج فحسن داخل كلوز كلش على حاجبي. ما تخاف من رب العالمين انت كلوز كلش على حاجبي. ليش هيك وحاجبي زعلان 24 ساعه هيك صاير.
كلهم تعانين. اي شو ما خلينا سبب نتشعب على الطبيعه. زين واي اسوي واي شو شوف الحاج بس تهتمي لها القدله وانزلها ما يبين راحت. يعني انا لو اكو كابل هنا البس كابل واخلص من منظر. زين انتم ما شاء الله ثلاثتكم وجهكم كلش طبيعي يعني ماكو اشياء. منو اللي ما يحب هذا الشيء؟ انا بالنسبه عن نفسي انا كلش ما احب اي شيء، يعني احب الطبيعه كلش. زين يعني بس اكو اشياء رتوش بسيطه تجمل بس انا يعني ملامحكم تخبل كلش ناعمه. انا فيلر كلش حلو صح. اي يعني رتب ممكن النظاره تجدد البشره المستقبل البعيد كلش يعني اذا احتاجيناه انا ضدها كلش شكرها صح. ودائما انه خاف انه خاف يصير اوفر. لا ما اريد اسوي اي شيء بحد ما اجرب كل جبانه. مرات هواي سوشيال ميديا تأفور بعض الامور فايش قد ما خفنا وشفنا الاوفر اللي يكون حقا اسم الله الرحمن متسمم اللي يكون غلط اللي يكون متعقم ويتجمد فصرنا نخاف. خاف إيه. بس اكو ناس ثقه اكو اشياء طبيعيه اكو رتوش بسيطه تسوى. اي صحيح اي صحيح كل صحيح. اي عدل الوجه. انت يا اموالي 2009 ما يما بنيتي حبيبتي سكتوتها 6 2002 انت قلتي لي 2002. شو رايك بالحياه الزوجيه؟ حلوه الحياه الزوجيه يعني خصوصا لما تكون من الشخص المناسب. هو شخص المناسب؟ اي كلش مناسب. كلش. مواليده؟ مواليده 98. طبعا لازم يكون شخص مناسب يعني احنا ال 98 كنا مناسبين. واللي عنده شخص معاشره بين ال 98 هنياله عشرتنا تجن. واذا جوزائي بعد ها هي ايدك بتجن يعني شويه مو 98 مو بريحه تحل. شنو توجهي له كلام؟ خدمة مشاعر بيها كلها بدالة تقول أحبك. هو هذا بس رجل خبص بالبيت كل ما تقول لحد يمحش على محمد. حجبت على محمد؟ محمد خط أحمر ما يحجب عليه. حجبت على محمد. الله يحفظك إن شاء الله ويخلي لك محمد ويا رب يصير خاطركم وتكونون عائلة مرتبة وحلوة ويحفظ لك خواتك. حياتي تسلمين كل شوالك. عمري أنت أسأل سؤال؟ إيه سهل صعب؟ لا زين لا حد يحكي على محمد. لا زين تحكون على محمد ما اسهل سؤال صعب هذا. اي فاختاروا تحكون على محمد؟ لا لا ما حد يحكي على محمد. اي هسه نسال سؤال خل احمد خط احمر. اوكي عندك سر لحد الان ما حكيته لاحد؟ لا كلها مفضوحه مفضوحه على كذلك اكو اسرار بيننا ما نعرف نسكت ما نقدر نسكت. كل حكايه حتى لو نضمها بعدين ورا فتره تطلع مثل الضم. امي كلش قريبه علي انا فيعني كل شيء كل اسرارنا يا امي. ما له علاقه الام والاخت شيء بس مثلا ما يعرفوا الناس. لا ما يعرفون ما يعرفوا الناس؟ وايد. خلي يعرفوها هسه. متى يجي يحضرني شيء ما ادري. شيء ما يعرفوا الناس هواي بزر القعده كل البلا من بزر القعده. ما شاء الله تفادري. جوايت 2009 ما كنت لحقت تصعد شسرة. واي قدرها اويلي اريد سر ما يعرفوا الناس. ما يعرفوا يعني قرايبي لو اهلي الناس كلهم مو اهلك مو لهالدرجه. وهذا غبالي يقولوا ليش جيتي شويه تغششينا منه ايش يعني ودنا نسأل يعني ما ادري ايش اقول يعني هم يخص عائلتنا لو اني انت بالمدرسه بدراستك بالمستقبل شي تحبي براسبه وما قايله لحظه. لا انا ترك السنه بس ما يعني ما حد انتبه ما حكيتي. اي يعني هذا شيء حلو والله حلو انه سووا الاشياء الصح والغلط بيناتكم. اي يعني ما حد يحس ما حد يحس ظروف فما قلت لاحد يعني مناسب لعمري ما تاركه هواي حلو فعاد استمر خير عليك. انتظرك ان شاء الله بالوزاره. عمري اي بعد ماكو تشدين حيلك اخذين خدودي وصلين احلى من حيلك. خدودي هنا تلقي اخذين كلنا. الله يحفظها ان شاء الله. هذه رحله سفر مقدمه من شركه ريح البراري باداره عماش طه وعلي الكبيسي معنوانهم بالعامريه. تذكرتك انت مجانيه الكردستان دهوك او اربيل او سليماني هم خي يدفعون فلوس ما علينا. بس انا ربحت. انت ربحتي فري فمن يروحون العائله وياك انت مجان. بس انا فانت قنعيهم. ايش قد تطول هذه؟
اطول شهرين ثلاثة على راحتكم. قابل باكر رايحين؟ لا لا بس زين احنا نريد نروح يعني. اي والله تروح وياهم انت فري. اوكي توجو اساس لازم يروح ابو الاحمر الجمال الحلو هذا لابس احمر الحلو. وهذه هديه لك احنا ما ننطيها يا بنيه غريبه ما علينا ما علينا بيها يا احد يحكي على محمد. هذه اظافرك الحلوه تروحين تسوي لها تعديل واعاده بالعامريه بشارع العسل من رسل عزام. سوي الاعلان اي قلت لازم اروح والله. شفت حرام جادت تجيب فلوس عاد تجيب بلاش. مليون عافيه روحي لها تسوي لنا هذا جلش من جديد. تسوي لا تسوي نكره اللي كاني ما احبه سوي بس جلش صار. اشوفكم خير انا كل ها ويا من تحكي نوعا عايفتني والسولفي لا حد يحكي عن محمد. طيب يعني اخذ صوره جماعيه تعال اروح اكمل حلقه تعال منا خيه عمري والله الله يحفظكم الله يحفظكم ان شاء الله اشوفكم بخير وعافيه انا فرحت انا مع السلامه مع السلامه. الفراق صعب يقول صعب روحي ابكي على اختك عوفيها كمل الحلقه بوجعني بوعلك بدلقطات حلوه انت مع السلامه اشوفكم بخير.